باسم؟ إنه أنت حقا؟ نهال، أنا... لا تقل شيئا يا صديقي، إنني آسفة بقدر أسفك. لدي الكثير لأخبرك به. هو أنا كذلك، سيسمع كل منا الآخر، لكنني أولا يجب أن أعرف شيئا. ما هو؟ لماذا ترتدي كالقرويين؟ ربما ما سأخبرك به أقل مما تصورت. أتخيل كيف مرت عليك فترة بعدنا عن بعضنا، وأنت لم تكوني تعيشين هنا على ما آمل. لقد كان هناك الكثير من العمل. على ماذا؟ لما أشعر أنني أعرف هذا؟ لأنك رأيته على الغرض الذي وجدناه في قصر الشتاء. كنت أحاول تذكر تفاصيل تصميمه. أقضيت كل هذا الوقت في الهوس بهذا الرمز؟ لماذا؟ لأنني أيضاً رأيته من قبل، لا أعرف أين أو متى، أعرف فقط أني رأيته. أياً ما كان فهو يناديني، أنا أنوي الكشف عن لغزه، وكذلك ينبغي لك. آه بالتأكيد، نداء الواجب. كفى، سأهتم بذلك إن كنت ستقضين وقتاً خارج هذه الجدران المتعفنة أطول من داخلها. أنت تشغل نفسك بالجميع، أليس كذلك باسم؟ أراك لاحقاً. لا يزال تنظيم القدماء أبعد مما يكون عن الهزيمة. من المؤكد أن المعلمة روشان تدبر هيا. هذه هي الواحة التي تقصدها نهال.
ما هذا؟ رسالة؟ يبدو أن أعضاء الثعابين قد نقبوا بالفعل عن القطع. علي مراقبتهم. توقف عندك. إليك أيها الكلب. أرأيت ذلك يا عاجل القبارة؟ ترى إلى أين يؤدي هذا؟ أي سحر هذا؟ من المؤكد أن هناك طريقة لإضعافه.